حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أرحب بكم في اللقاء 29 حول سلسلة كيف تبدأ بحفظ القرآن. الحقيقة أهم خطوة في حفظ القرآن هي البداية، والبداية تحتاج إلى حافز أيها الأحبة، تحتاج إلى وسائل لتجعلك تستمتع بحفظ القرآن، تقبل على القرآن، يعني تحتاج إلى دوافع وأهداف تضعها أمامك لتدرك أنك تقوم بعمل كبير جدا. إذا لم تفعل ذلك لن تجد الرغبة في حفظ القرآن. اليوم أيها الأحبة أنا سأتأمل معكم حقيقة ربما الكثيرون يغفلون عنها، وهي أن تأمل المعجزات العلمية في القرآن يزيد من قوة الحفظ ويثبت الآيات القرآنية في قلبك فلا تنساها. أن تربط معنى الآية بالكون والحقائق العلمية. كما نعلم أيها الأحبة القرآن العظيم فيه إعجاز علمي ولغوي وبياني، وإعجاز في علم النفس، إعجاز قصصي، إعجاز اجتماعي، إعجاز تربوي. فكل آية من آيات القرآن فيها إعجاز. إذا صادفتك آية فيها إعجاز علمي حاول أن تتأمل المعجزة العلمية فيها. القرآن تحدث عن الكثير من الحقائق الكونية والطبية، وطبعا أنا أقول إن الإكثار من قراءة أبحاث الإعجاز العلمي ومشاهدة أفلام الإعجاز العلمي يزيد من رغبة المؤمن في الحفظ، ويزيد يعني هذا المؤمن تعلقا وحبا لكتاب ربه سبحانه وتعالى. الحفظ أيها الأحبة لا يأتي من فراغ. هناك أناس يحفظ القرآن وينساه، أما عندما تحفظ القرآن بتأمل وأنت تتفكر عظمة الخالق عز وجل، يعني حتى الآيات مثلا آية تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه الآية يجب أن تستشعر نعمة البصر ونعمة السمع، نعمة الأمان الذي تعيشه، نعمة الصحة، نعم كثيرة لا تستطيع أن تحصيها. ينبغي وأنت تقرأ هذه الآية أن تستشعر نعم الله عز وجل، فتشعر بحب أكثر لهذه الآية، بخشوع أكبر عندما تقرأ هذه الآية العظيمة. لذلك أيها الأحبة تأمل الإعجاز العلمي يساعد على الاستمرار في القراءة والتدبر والحفظ. ولا ننسى أن عبادة التدبر من أهم العبادات، هل تعلمون ذلك؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دعوني الآن أخذ آية فقط أتأملها معكم. كيف ينسلخ النهار من الليل؟ في سورة ياسين مثلا، وأنت تحفظ هذه السورة العظيمة ستمر بك آية الله يقول فيها وآية لهم الليل، يعني معجزة لهم، أي انظر إلى هذه المعجزة. الله يدعوك أيها الإنسان أن تنظر إلى هذه المعجزة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب أنا كيف إذا لم أدرس علم الفلك، لم أدرس هذه الحقيقة الكونية، كيف سأفهم الآية؟ لا يمكن أيها الأحبة إلا إذا رأيت الصور وتعمقت في هذه الآية. يعني يجب أن أنظر إلى الأرض، هذه كرتنا الأرضية، عندما ينسلخ النهار عن الليل نلاحظ هذا الخط الفاصل، هنا النهار
وهنا الليل وهذا هو الخط الفاصل. وأثناء دوران الأرض نشاهد أن النهار كأنه قشرة رقيقة ينسلخ. مثلا هذا مشهد آخر للأرض، وهذا الغلاف الجوي، انظروا رقيق جدا، يعني بحدود 1/100 من قطر الأرض. تبين للعلماء بعدما صوروا الأرض من الفضاء أن النهار ما هو إلا طبقة رقيقة تنسلخ. طبعا أيها الأحبة، هذا المشهد لا يمكن رؤيته إلا من الفضاء، ولكن القرآن صوره لنا بدقة، حيث أخبر القرآن عن طبقة نهار رقيقة مثل قشرة الثمرة أو مثل طبقة الجلد الذي ينسلخ من الظلام، يعني النهار ينسلخ يحل محله الليل. قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يمكن أن نقرأ في تفسير القرطبي السلخ هو الكشط والنزع، وبالفعل رأى العلماء كيف تنسلخ طبقة النهار الرقيقة ويحل محلها الظلام. هذا مثال فقط أيها الأحبة. من أحب أن يحفظ القرآن ليحرص على الأقل أن يقرأ أو يشاهد كل يوم معجزة. ونحن لدينا قناة على اليوتيوب باسم معجزة كل يوم، كل يوم هناك فيديو جديد أو أكثر. يمكن أن تتابع هذه الفيديوهات، يعني يمكن أن تعطي من وقتك 10 دقائق أو ربع ساعة كل يوم لتتعرف على إعجاز جديد، وهذا الإعجاز يساعدك على حفظ آية جديدة كل يوم. يعني لو حفظت آية كل يوم سوف تجد نفسك في سنة واحدة قد حفظت 360 آية تقريبا، رقم كبير. أحدنا قد تمر عليه 20 سنة أو يمر عليه تمر سنوات طويلة ولا يحفظ، لا يضيف شيئا لحفظه القديم الذي هو عبارة عن بضعة صور أو بضعة صور قصيرة. لذلك أيها الأحبة، والله يعني لن ينفعكم أمام الله إلا العلم، إلا العلم بالقرآن، وهو زيادة في علمك لله تعالى، لأنك عندما تريد أن تعلم من هو الله يجب أن تعلم ماذا يوجد في القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم هذا القرآن وحسن حفظه وتدبره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.